يا دكتور ايمن، مساء الخير يا استاذ مجدي، ازي حضرتك؟ ايوه يا استاذ مجدي، سامعني؟ يا دكتور ايمن، اهلا بحضرتك. معانا الاستاذ مصطفى شعبان اللي اقام الدعوه بطلب نقل الاستاذ سامح عاشور من جدول غير من جدول المشتغلين لجدول غير المشتغلين. استاذ مصطفى، انت اقمت الدعوه دي على اي اساس، وما معنى الحكم اللي صدر من المحكمه الدستوريه العليا؟ بعض المستندات من فضلك، بس هو في حته كويسه عشان الصوت يبقى واضح. انا كده كويس يا دكتور؟ كده كويس، اتفضل. انا اتصلت على مجموعه مستندات بتفيد ان الاستاذ سامح عاشور واحد المحامين الاخرين اسمه الاستاذ محمد ابو العيله الخطيب، ده الاستاذ سامح عاشور رئيس مجلس اداره معهد كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في سوهاج، والاستاذ محمد ابو العيله الخطيب نائب رئيس مجلس اداره المعهد، والاستاذين بيتقاضوا بدلات ومرتبات وحوافز ومكافئات طباعه الاسئله ومراقبه الامتحانات الى اخره. كمان الاستاذ سامح عاشور هو المستشار الثقافي وليس القانوني للمعهد، اقتضى المستشار للمعهد. وزي ما حضرتك عارف ان المادة 14، طيب استاذ مصطفى عشان يبقى حوار سجال، دي مؤسسه تعليميه، مش عمل تجاري يعني. مؤسسة تعليمية خاصة بتهدف للربح، وبعيدا عن كيان هذه المؤسسة فالأستاذ سامح عاشور هو مستشار ثقافي عمل آخر. سؤالي، مخالفة لنص المادة 14، إيه علاقة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بهذه القضية وبهذا الطلب؟ بالضبط، أنا كنت رفعت الدعوة أمام محكمة القضاء الإداري، قلت ان طبقا لنص الدستور القضاء الاداري مختص بالفصل فيها، وانا بطالب بشطب الاستاذ سامح عاشور من جدول النقابه لانه بينتهي مهنه اخرى بخلاف مهنه المحاماه. فكان في خلاف بيننا وبين المحكمه، ان نص القانون بيقول ان المختص محكمه النقض، بينما نص الدستور بيقول ان المختص محكمه القضاء الاداري. وبالامس اصدرت وتم وقف الدعوه تعليقيا لحين الفصل في مدى دستوريه الماده 44 اللي كانت بتقول ان الاختصاص لمحكمه النقض، في حين ان الدستور بيقول ان الاختصاص لمحكمه القضاء. بالامس القريب بالمحكمه الدستوريه يوم السبت الماضي اصدرت حكمها بعدم دستوريه الفقره الثانيه من الماده 44 والماده 134 من قانون المحاماه. وده معناه ان الولايه هنا بقت للمحكمه الاداريه. للمحكمة القضاء الإداري، وكان صدر قبل وقف الدعوة تقرير مفاوضين هيئة الدولة اللي أوصى بشطب سامح عاشور والمحامي الآخر اللي هو الأستاذ محمد أبو العيلة نقلهم يتنقلوا من جدول ده مش شطب نقل لجدول غير المشتغلين. طيب. من عام 1997 تاريخ عملهم بالتجارة. طيب. ودلوقتي هيتم تعجيل هذه الدعوة من الوقف و هتاخد اجراءاتها، وباذن الله منتظرين حكم يسلك صدورنا، يعني يطبق القانون على الكبير والصغير في المحامين. استاذ مجدي سخا، ما تعليق حضرتك على اللي قاله الاستاذ مصطفى شعبان من الناحيه القانونيه؟ والله هذه الدعوه اللي بيتكلم عنها الاستاذ مصطفى شعبان، انا في تقديري ان نص القانون واضح. الفصل السابع في قانون المحاماه بيتحدث عن النقل الى جدول غير المشتغلين. هذا النقص لا يتم الا بطريقين. الطريق الاول بناء على طلب المحامي نفسه، يقول ان انا ارغب في نقلي الى جدول غير المشتغلين لانه توظف، لانه لا يريد الانتهاء من مهنه المحامي. السبب الثاني هو لمجلس النقابه، اذا فقد المحامي شرطا من شروط القيد او الاستمرار القيد. هم دولة الحالتين فقط اللي يجوز فيها النقل لجدول غير المشتغلين. لا يوجد اي ارتباط بين حكم المحكمه الدستوريه وبين طلبات الاستاذ مصطفى شعبان، لانه هو كان يتعين ان يتقدم الى مجلس النقابه، عشان مجلس النقابه بهذه المستندات، مجلس النقابه عندما يصدر قرار بالرفض او القبول يحق له ان يطعن امام القضاء الاداري، انما هو التجأ الى القضاء الاداري مباشرة، وهذا أمر غير جائز قانونا، لأن النقل إلى جدول غير المشتغلين منصوص عليه في القانون في حالتين فقط، بناء على طلب المحامي أو بناء على صدور قرار من مجلس النقابة بنقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين. ما شفناش في الدنيا على الإطلاق وفقا لنص القانون
نلتجئ الى المحكمه عشان اقول ان سين من الناس ده فقط شرط من شروط استمرار. يعني كان الطريق القانوني الصحيح انه يلجا للجنه القيد بالنقابه العامه، يلجا للجنه القبول ويقدم طلبات، يستصدر اللجنه تبت في هذا الطلب على الرغم انه ليس له صفه ولا مصلحه. انما هنقول ان هذه شكوى من محامي ضد محامي، هتبحث وتحقق ثم تصدر اللجنه فيها قرارا، اذا لاقى قبولا لديه القرار صدر، اذا لم يلاقي قبولا يحق له ان يطعن على هذا القرار. طيب. سواء كان سلبا او ايجابا امام محكمه القضاء. خليني اسبق الاحداث واقول، ويعني افترض جدلا صدور حكم محكمه القضاء الاداري، ايه اللي ممكن يحصل؟ لحظه واحده يا استاذ مصطفى، ايه اللي هيحصل؟ يعني لو مصطفى استحصل على حكم من محكمه القضاء الاداري، النقابه هنا في الحاله دي هتتعامل مع الموقف ازاي؟ والله هو الموقف شائك. يعني الموقف شائك، هو دخل من الشباك مش من الباب. يعني هو التجأ الى المحكمه، والمحكمه كان هناك جدل قانوني حول اختصاص محكمه النقض او اختصاص القضاء الاداري، وحيل الطعن الى المحكمه الدستوريه قضت. طيب هي نقابه المحامين مختصمه في هذه الدعوه يا استاذ مصطفى؟ اكيد طبعا. ماذا لو دفعت نقابه بس يا ريت تقف في حته كويسه عشان نعرف نسمعك. طيب دكتور، ممكن تعطيك بسيطه دكتور؟ ممكن اقول سؤالي وعقب براحتك. ماذا لو حضرت نقابه المحامين ممثله باحد زملاء المحامين ودفعت هذا الدفع وقالت انك انت اتخذت الاجراءات القانونيه غير صحيحه وكان يجب عليك انك تتقدم بطلب لمجلس النقابه او للجنه القبول بالنقابه؟ بالضبط حضرتك، انا توجهت انذار في شهر 16/2014 كان الاستاذ طارق عاشور نقيبا للمحامين. في تقدم الطلب امتنعوا عن استلام هذا الطلب، فاخذت انذار رسمي فقط كل المستندات الداله على هذا. توجه محترم من المحكمه الفلسطينيه الى نقابه ورفضت ان استلام هذا المتهم. طيب برضه بطلب من حضرتك نقف في حته كويسه لان انا سامعك بصعوبه فالمشاهدين مش هسمعوك. طيب حضرتك، انا توجهت رسمي في شهر توجهت لمجلس نقابه المحامين في شهر 11 بطلب بانذار رسمي. سنه كام يا استاذ مصطفى؟ 2014 طبعا تم رفض استلام الانذار، وطبعا بما ان الاستاذ سامح خاشقجي بهذا التطبيق كان نقيبا للمحامين فرفض الطلب ورفض نظر الشكوى، وبالتالي فان امتناع المجلس عن اتخاذ اجراء فتح لي الباب ان انا ارجع للمحكمه. طيب خليني انقل كلامك. طيب انقل كلامك للاستاذ مجدي عشان يعقب عليه. استاذ مجدي، الاستاذ مصطفى بيقول انه سنه 2014 قدم الطلب فعلا لجنه القبول لكنه لم يتعاملوا مع الطلب، وبناء عليه عمل انذار للنقابه بهذا الشكل، وتقرير المفاوضين تناول هذا الموضوع. دكتور ايمن، جدول نقابه المحامين لزاما على مجلس النقابه سنويا بيبحث في حالات المقيدين في الجدول. سواء كان تقدم بشكوى او لم يتقدم، كل سنه المجلس النقابه او لجنه القبول بتراجع المقيدين في الجدول. طالما ان المحامي استمر خلوه في الجدول وما زال مستمر، يبقى شكواه غير صحيحه وغير حقيقيه.